السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، درسنا النهاردة هيكون عن المعين، وهنعرف منه قانون مساحة المعين بمعلومية طولة قطرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، معانا شكوى من السيد نعناع، بيقول: طبعا الحقني يا أستاذ أحمد، أبو الأضلاع خلى حياتي ضياع. طبعا يعني عايزين نعرف يا جماعة من هو أبو الأضلاع. هو بيقول: من الأزرع له أربع متساوية فما أروع. طبعا هو بيقول لنا إن هو المعين، فطبعا أنا قلت له خلاص يا نعناع، لازم نروح ونتقابل مع أبو الأضلاع اللي هو المعين، وطبعا لازم نفهم منه اللي حصل. طبعا أبو الأضلاع بيقول: أنا جدي هو المتوازي وقانونه هو نفس مقاسي. أيوة يا جماعة، بيفكرنا بقانون متوازي الأضلاع اللي هو طول القاعدة في الارتفاع. فبيقول قانونه هو نفس مقاسي طول القاعدة في الارتفاع، ولازم أهزمك يا نعناع. طبعا في برضو ليه من أقاربه، من قرايبه يعني، بيقول: أخويا الأصلي هو مربع ودايما عايش متربع، وقال لي لو عاوز تعيش سلطان لازم تعتمد على القطران. يعني يا جماعة، أخو المعين هو المربع أيضا، وبيقول له أنت ممكن تعيش بنفس القانون بتاعي اللي هو مساحة المربع بتساوي نص طول القطر في طول القطر. طبعا بصراحة المعين اللي هو أبو الأضلاع هو أكبر راجل طماع، وبدل القانون طبعا هو اختار انه يكون له قانونين، القانون الاول اللي هو قانون متوازي الاضلاع، فاصبح قانون المعين ايضا هو طول القاعده في الارتفاع، والقانون الثاني هو نفس قانون اخوه المربع اللي هو نص طول القطر في طول القطر، فاصبح برضه للمعين قانونه اللي هو مساحه المعين بتساوي نص طول القطر الاول في طول القطر الثاني. معنا الآن بعض الأسئلة يا جماعة. السؤال الأول بيقول: أكمل ما يأتي نمرة واحد قطر المعين. بيقول نقط ونقط ونقط. طبعا احنا عارفين يا جماعة، وفي الشكل باين طبعا أن القطران متعامدان، برافو، وغير متساويان في الطول فعلا، وينصف كل منهما الآخر. طب السؤال الثاني يا جماعة بيقول: مساحة المعين بيساوي نص، طبعا هنكتب القانون هو نص إيه؟ برافو، نص طول القطر الأول في طول القطر الثاني. وممكن يا جماعه ان هو يعني نقول هو نفس القانون بشكل اخر، بنقول هو بيساوي نص حاصل ضرب طول القطرين. رقم ثلاثة بيقول: قطر المعين يقسم الى مثلثين زي ما حضراتكم شايفين، وليكن مثلا القطر اللي قدامنا اللي هو الف جيم، هذا القطر طبعا بيقسم المعين الى مثلثين متطابقين وهم متساويين طبعا زي ما حضراتكم شايفين. طب رقم أربعة، رقم أربعة بيقول: معين طول قطريه 8 سنتي و9 سنتي، فإن مساحته تساوي كام سنتيمتر مربع؟ طبعا حضراتكم هو طالب مني المساحة، يبقى لازم نجيب القانون يا جماعة. طب نبص طبعا على المعطيات اللي هو عطالي، لأن أنتوا عارفين إن المعين له قانونين، فهنشتغل يا ترى بأنهي قانونين؟ طبعا في المعطيات هنا بيقول لي ان طول قطريه 8 سنتي و9 سنتي، طالما يا جماعه هو عطاني القطرين يبقى هنشتغل بالقانون اللي هو فيه القطرين، تمام؟ يعني نقول ان مساحه المعين بتساوي، برافو، نص طول القطر الاول في طول القطر الثاني، تمام يا جماعه؟ طب ما احنا نشوف القطر الاولاني وليكن هو 8 سنتي دوت، يبقى نجيب النص بتاعه اللي هو كام؟ برافو، 4، في نضرب في القطر الثاني، خلي بالك هنضرب في القطر كله الثاني اللي هو 9، تمام؟ يبقى 4 في 9 يساوي 36 سنتيمتر مربع. معنى سؤال بيقول: معين مساحته 32 سنتيمتر مربع وطول احد قطريه 16 سنتيمتر. طبعا بيقول لي احسب طول القطر الاخر. طبعا في اولاد هيقولوا لي: يا استاذ احمد ده مش يعني ما خدناش القانون اللي هو في طول القطر الاخر دوت. اقول لحضرتك نجيب بقى، ايوه نجيب القانون المساعد الحديث بتاعنا اللي هو بيحدث لي القانون وبيخليه لي بشكل جميل. طبعا اللي هو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، ايوه اللي ظهر قدامنا دوت اهو، اللي هو مساحه المعين بشكل مثلث كده بيساوي نص طول القطر الاول في طول القطر الثاني، واحنا طبعا يا جماعه اتعودنا على هذا القانون. بقول لحضرتك انت عاوز ايه؟ اللي حضرتك عاوزه هتحط صبعك عليه بالظبط، تمام؟ انت عاوز ايه؟
ايوه طول القطر الاخر، يبقى حضرتك هتحط صبعك تمام على طول القطر الثاني. تمام، طب هيتبقى ايه لما انا احط صبعي على طول القطر الثاني يا جماعه؟ برافو، هيتبقى فوق طبعا اللي هو مساحه المعين اللي هو المساحه. تمام، وطبعا الشرطه دي يعني شرطه كسري على، تمام، على ايه بقى؟ على نص طول القطر الاول. برافو يا جماعه. طيب يلا بقى نعوض براحه كده، بالراحه هنشيل المساحه، نقول لها خليك مساحه على جنب، وعايزين القيمه بتاعتك. هو قال لي المساحه بكام؟ قال لي المساحه ب 32، نحط 32. تمام، على نص طول القطر الاول. طب هو القطر الاول عطاهولي بكام يا جماعه؟ تمام، ما هو عطاهولي ب 16، يبقى بسرعه كده نجيب نصه. نص 16 كام؟ 8. برافو يا جماعه، يبقى اذا هنقسم ال 32 على ال 8، 32 على ال 8 فيها كام يا جماعه؟ برافو عليكم، بيساوي 4 سنتيمتر. يبقى اذا طول القطر الاخر بيساوي 4 سنتيمتر. معانا دلوقتي يا جماعه بعض الاسئله الجميله. اول سؤال بيقول اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. طبعا هو بيقول لي يعني عايز يقارن دلوقتي ما بين مساحه متوازي الله طول قاعدته 3 سم وارتفاعه 4 سم، والناحيه الثانيه بيقول لي مساحه معين طول قطريه 4 سم و6 سم. طبعا هو بيقول لي ضع علامه يا اما اكبر او اصغر او ايه او يساوي. طبعا يا جماعه احنا معانا يعني المعين دايما، يعني في اول القصه احنا قلنا ان هو بيقول ان جدي او جدي هو متوازي الاضلاع. متوازي الاضلاع طبعا هو جد المعين، وطبعا المعين استخدم نفس القانون بتاع جده. تمام، طب بالراحه كده احنا عايزين نحسب طبعا مساحه متوازي الاضلاع اولا. تمام، بتساوي ايه؟ يلا افتكر القانون، طول القاعده في الارتفاع. طيب يا جماعه طول القاعده بكام؟ ب 3، والارتفاع بنضرب في كام بقى؟ في 4. يبقى 3 في 4 بكام على طول يا جماعه؟ ب 12 سنتيمتر مربع. طب هل يا جماعه هل المعين هيستخدم القانون بتاع متوازي الاضلاع بتاع جده يعني في هذه المساله؟ ها طبعا لا، لان هو عنده طبعا المعطيات طولك قطرين، طول القطرين يا جماعه، يبقى مش هيقدر يستخدم القانون بتاع متوازي الاضلاع. اما هيستخدم انهي قانون؟ هيستخدم فعلا بتاع قانون بتاع اخوه اللي هو مين؟ اللي هو المربع. تمام، لانه معايا دلوقتي هيعتمد على القطرين. يبقى مساحه المعين نفتكر القانون، تمام، بتساوي نص طول القطر الاول في طول القطر الثاني. الله ينور يا جماعه. طب نص قطر طول القطر الاول، القطر الاول اصلا هو عطولي بكام؟ ب 4، يبقى نصها كام؟ 2. في نضرب بقى في طول القطر الثاني يا جماعه، القطر الثاني طبعا زي ما حضراتكم شايفين ب 6، يبقى 2 في 6 بكام؟ ب 12 سنتيمتر مربع. يا سلام يا جماعه، يعني مساحه متوازي الاضلاع طلعت ب 12 سنتيمتر مربع، ومساحه المعين طلعت ايضا ب 12 سنتيمتر مربع. يبقى يعني يعتبر هنا هنختار علامه يساوي طبعا، يبقى هنا حصل تساوي في المساحه اللي هي مساحه متوازي الاضلاع ومساحه المعين. المثال دلوقتي يا جماعه بيقول معين طول قطريه 10 سنتيمتر و6 سنتيمتر. طبعا هو بيقول لي اول حاجه يا استاذ احمد انا عايزك تجيب لي مساحته، عايز المساحه يا جماعه بتاعت المعين. طبعا بالراحه كده نتذكر القانون، وقبل ما نتذكر القانون بنقول يا ترى احنا هنستخدم انهي قانون، القانون بتاع المتوازي ولا هنستخدم القانون بتاع المربع؟ طبعا المعين بيقول لي يا استاذ احمد ده اعطيني طول القطرين. ايوه، يبقى هنستخدم القانون بتاع المربع طبعا اللي هو نص طول القطر الاول، تمام، في طول القطر الثاني. طب يلا بالراحه يا جماعه، القطر الاول هو عطولي بكام؟ ب 10، يبقى نصه كام؟ نصه 5. تمام، والقطر الثاني طبعا ب 6، يبقى نضرب الخمسه في 6 بتساوي 30 سنتيمتر مربع. تمام يا جماعه، رقم بي يا جماعه بيقول اوجد طول ضلعه اللي هو المعين اذا كان ارتفاعه 5 سنتيمتر. طبعا يا جماعه الكل محتار وبيقول ايه الارتفاع وايه طول الضلع يا استاذ احمد، احنا ما يعني ما مش هنقدر ان احنا ما عندناش قوانين بذلك. هقول لحضرتك احنا عرفنا طبعا ان المعين كان بيقول ان جدي هو المتوازي، يبقى احنا دلوقتي طبعا هنتعامل مع المعين وكانه متوازي اضلاع. تمام، وحضرته لما يعوز طول الضلع واعطيني الارتفاع، يا جماعه لو حضرتكم بصيتوا كده في هذا الشكل هتجد ان الارتفاع وليكن مثلا ده اله اللي انا نزلت بيه دلوقتي، ده اله اللي انا رسمته هو ده الارتفاع، يبقى القاعده هو نازل على قاعده طبعا، يبقى القاعده اللي هي مين؟ تمام، القاعده هتبقى ب ج، ولكن ايضا القاعده اللي هي ب ج دي هي طول الضلع، يعني طول الضلع بتاع المعين يا جماعه ثبت انه هو القاعده. يبقى خلاص اتحلت يا جماعه، يبقى يعني احنا بنقول ان المعين دلوقتي قدامنا وكانه متوازي اضلاع، يبقى هنستخدم القانون اللي هو بتاع متوازي الاضلاع، يبقى مساحه المعين بتساوي طول القاعده في الارتفاع، طول القاعده في الارتفاع، والقاعده اللي هي طول الضلع اللي هو طالبه مني. طيب بالراحه،
طبعا هو عاوز طول الدلع اللي هو القاعده، يبقى هنجيب قانوننا الحديث، قانوننا الجميل اللي هو هنجيب منه طول القاعده اللي هو مساحه المعين بتساوي طول القاعده في الارتفاع، ونحط طبعا صبعي على اللي انا عاوزه. طب حضرتك عاوز ايه يا استاذ؟ طول الدلع. طب ما خلاص، ما احنا عرفنا ان طول الدلع اللي هو طول القاعده، يبقى حضرتك هتخبي طول القاعده. يتبقى ايه بقى؟ يتبقى فعلا المساحه اللي هي مساحه المعين على الارتفاع. طب المساحه بكام يا جماعه؟ ما المساحه احنا لسه جايبينها في المساله دلوقتي في المطلوب الاولاني ب 30، يبقى نكتب ال 30 على الارتفاع بكام؟ على الارتفاع طبعا هو لسه طولي دلوقتي طبعا ب 5، يبقى 30 على 5 يا جماعه يساوي 6 سنتيمتر. نشكركم على حسن المتابعه، مع نفهم نتعلم بسهوله وبساطه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.